قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدرة الله على البعث والحشر. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وكقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، يعني إذا كان زالت السماوات والأرض لا يستطيع أن يعيدها إلى نظامها وإلى وضعها أحد غير الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية يقول سبحانه: ومن آياته، أي من دلائل عظمته وأن القدرة له وأن الطاعة له والعبودية له، أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماوات والأرض تنتظم بانتظام دقيق وتتحرك بحركة دقيقة، وهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. لا يختلف وضعها من يوم إلى يوم ومن عام إلى عام اختلافا ولا قليلا ولا كثيرا، أدق ساعة عظيمة. هذا الكون كله بأفلاكه ونجومه، دورة الأرض حول نفسها ودورة الأرض حول الشمس ودورة الشمس المجموعة الشمسية، كل هذا وكل في فلك يسبحون. هذه السباحة التي يسبحها الأفلاك والنجوم كلها تقوم بدقة عظيمة عجيبة تدل على قدرة هذا الخالق الصانع. ثم هذا الخالق الصانع أخبرنا بأنه سيعيدنا للحياة مرة أخرى بعد الموت للجزاء والحساب، فقال سبحانه: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا الذي زين السماء الدنيا والسماوات كلها بهذه الكواكب السيارة العظيمة الكبيرة التي تسير سيرا دقيقا، عندما يدعوكم إلى الحساب وإذا أنتم تخرجون من قبوركم أحياء، فهذا ليس أمرا صعبا عليه، لأنه سبحانه له من في السماوات والأرض. ولذلك قال في آية أخرى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم القيامة أيها الإخوة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي يوم خمسين مقداره 50,000 سنة. فيا ترى إذا كان اليوم يوم القيامة الذي ينتظر الناس فيه الحساب 1,000 سنة، ماذا يرون حياتهم الدنيا التي عاشوا فيها 60 أو 70 أو 90 أو 100 سنة؟ لا شيء، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون ذليلون يتصرفون كما خلقهم. فالدواب فطرها وخلقها منقادة لأمر البشر تنقاد لأمر البشر، البشر خلقهم وهم منقادون لأمره، نعم منقادون، منهم منقادون إجبارا ومنهم منقادون اختيارا. المنقاد اختياري المؤمن يختار طاعة الخالق ويتحرر من عبودية المخلوق، هذا حقيقة الإيمان وهذا معنى لا إله إلا الله.
أما الخاضع اضطرارا فكل إنسان حتى الكفار خاضعين لأمر الله اضطرارا، يعني غصب عنهم إجبارا، يميتهم الله حيث يشاء ويبعثهم حيث يشاء، ويخلق الواحد منهم ذكرا أو أنثى حيث يشاء، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فكل من في السماوات والأرض قانتون خاضعون لله، خاضعون لمشيئته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. انظر يا أخي إلى بذرة المشمش، هذه البذرة تقع في الأرض فتغمر في التربة وتصيبها الرطوبة فتنبت وتصبح شجرة وتخرج حبات المشمش، ثم بذرة أخرى تضعها في الأرض وتنبت، وهكذا الكائنات الحية كلها من بذرة صغيرة أو كبيرة ينبتون. حتى ابن آدم إذا مات وبلي ولم يبقى منه شيء يبقى عجب الذنب، وهو ذرة صغيرة من العصعوص. هذه الذرة الصغيرة عندما يريد الله أن يحيي الناس بعد أن يموتوا جميعا في النفخة الأولى ينزل مطرا من جهة العرش فيغمر الأرض فتنبت جسس الناس كما تنبت نبات التراثيث، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نبات التراثيث نبات مائي، نباتات تنبت في الماء، فتنبت جسس الأرض ثم تبقى جسس ميتة. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فيخرج الناس سراعا حفاة عراة يجيبون الداعي. أول ما يصحون يظنون أنفسهم كانوا نائمين وانتبهوا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من أي قصد من صعب من نومتنا هذه؟ ثم ينتبهون هذه ليست نومة، قائمين كلهم حفاة عراة، الشمس قريبة منهم، فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن ربنا يقول الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يشير إلى ناحية تجريبية عند الإنسان، فإيجاد الموجود من العدم أمر يصعب، أصعب من إعادة إيجاده. عندما يريد إنسان أن يصمم سيارة يأخذ معه وقت طويل ليرتب ويركب ويجرب وكذا ويقيس ويسكب الأشياء والمعدات والقطع والصمن والبراغي وإلى آخره، ثم تصبح السيارة جاهزة. لو جاء أحد ففكفك هذه السيارة كلها صارت قطع قطع، إعادتها ما في أسهل منه، ليس كالتصميم الجديد. حتى لو كسرها يستطيع أن يسكب قطعة كذا قطعة كذا، خلاص عرف الموضوع. فربنا يقول لنا لماذا تنكرون أن الله سيبعثكم من جديد يوم القيامة ليجزيكم على أعمالكم؟ لماذا تنكرون؟ الإعادة أسهل من البدء. ثم يقول سبحانه وله المثل الأعلى، يعني هذا بالنسبة لكم ترون أن الإعادة أسهل من البدء، فلماذا تنكرون على الله تبارك وتعالى الإعادة؟ لماذا؟ وهو أهون علي وله المثل الأعلى. له المثل الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا لا يتعب فيه ويشتغل مثل ما نشتغل نحن، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإعادة أسهل من البدء، من بدء الخلق والإيجاد، قال وله المثل الأعلى، يعني هذا تمثيل وتقريب لكم، ولكن الله لا يعيقه شيء لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال سبحانه في خاتمة الآية وهو العزيز الحكيم، أي هو العزيز ذو القوة الغالبة، الحكيم الذي يجري خلقه ويصرف عباده ومخلوقاته على أفضل التصاريف وأحسنها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني الله كما بدأني. يعني الله أخبرنا بمحكم القرآن وعلى لسان الرسل كلها أن الله سيعيد خلق الإنسان بعد موته من جديد ويحاسبه ويجزيه على أعماله. فيأتي بعض الناس يقول معقول بعد ما إذا كنا ترابا ونفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا؟ فهو يكذب ما قاله الله بأنه سيعيده. وقوله لا يعيدني أو لا، وليس الخلق أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي
فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يوجد لله ولد ولا زوجة، هو الأول والآخر، والكل مخلوقات يفعل فيهم ما يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، بيده الخير وإليه مرجع الخلق كلهم للحساب، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.